وفي هذه اللحظات يطلق إبراهيم خميس البلوشي صافرة النهاية معلنا عن فوز نادي فنجة ببطولة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لموسم 91 91. مبروك لفريق نادي فنجة، مبروك لفريق نادي فنجة، وحظ أوفر لفريق نادي مجيس. مبروك فريق نادي فنجة وحظ أوفر لفريق نادي مجيس. مبروك لنادي فنجة لحصولهم بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم للمرة الثامنة. حكام المباراة النهائية الذين أداروا مباراة فنجة ومجيس: الحكم الدولي إبراهيم بن خميس البلوشي وعبد الله با عبود وعبد الله بن سعيد. والحكم محمد جمعة الحتروشي. يتشرف الآن لاعبو نادي مجيس بمصافحة جلالة السلطان المعظم بعد أن حققوا إنجازا رائعا هذا العام بالوصول إلى المباراة النهائية. كما يتفضل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتسليم لاعبي نادي مجيس كأس جلالته للهوكي، والذي فاز نادي السيب كأس جلالته للهوكي والذي فاز به هذا العام.